اعتبر مواطنون أن قرار الحكومة النادر بتخفيض أسعار المحروقات لهذا الشهر غير كافية وليس بالقيمة المتوقعة مقارنة مع انخفاض أسعار النفط عالميا. يعني بس ينزلوا عالميا بنزين إنه بنزلوا الدولة بتنزل يعني الحكومة بتنزل قرش قرشين بس يعني مش هالإشي اللي تحس فيه يعني ما ببينش معنى أصلا القرش ولو نزلوا بريز ما ببين معنى يعني إذا ما نزلش أقل إشي بالتنكة ليرتين ليرتين نص شو 20 و30 و40 قرش ما بحسش فيها المواطن. لا لازم أكثر من هيك لأنه لو بدك تحسب سعر برميل النفط وقديش تكاليفه لازم ينزل أكثر من هيك. يعني مربح الحكومة في الضريبة يعني بتربح أكثر من حقه. يعني لو بدك تحسب قديش بكلف علينا تكلفة مع شحنه ومع التهريب ومع اللي بالطاير اللي بيحكوا عنه بيطلع مربح الحكومة بالضريبة المقطوعة اللي حطوها تمام أكثر من تكلفته علينا. لا ما بتناسب لأنه السعر العالمي أقل بهيك بكثير. لو نرجع للذاكرة لقبل 5-6 سنين لأعلى سعر وصل البترول 147 دولار كان تنك البنزين 90-16 دينار 16 شوي هسه ب 60 دولار 65 دولار تنكة بنزين ب 16 نفس السعر أو ب 15 يعني فرق كبير شاسع في السعر مش معقول هذا. مواطنون بيّنوا أن الحكومة يجب أن تعمل على تخفيض الكثير من السلع التي تتأثر أسعارها بالمحروقات وأن الدخول الشهرية للمواطن تراوح مكانها منذ أعوام طويلة وفي المقابل استمرار ارتفاع الأسعار. لا ما ظنيت والله لأنه كل ما الشغل بتغلى أكثر وانت شايف كيف المواطن يعني يا دوب يلا قادر يمشي حال يعني حتى لو قد ما نزل البنزين مش راح ينزل بالسعر اللي بده اياه المواطن لانه انت شايف كيف ظروف الاوضاع كل ما من سيء لأسوأ والشعب والله العظيم انه غلباني يعني بدي احكي لك يعني بجوز اكثر شعب بالعالم غلبان الشعب الاردني الصراحه يعني. لان اول شيء بنزل البترول او الهاض بكونوا رافعين علينا 100 ماده ما بتنزل من سكر من طحين من وزادوا علينا فواتير الكهرباء يعني هيداني وهيداني لازم ينزلوا مواد أخرى. يوم يرفعوا الكهرباء بترتفع 100 مادة يوم ينزلوا شوي من البنزين والهاض ما بينزلوا ولا أي مادة. الإصرار الحكومي على بقاء أسعار المحروقات مرتفعة ومع ما يرافق هذا الارتفاع من ارتفاع أسعار سلع أخرى يبين عدم اكتراثها بأحوال المواطن المعيشية. أسامة بليبلي الحقيقة الدولية.